توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. توج الفارس الإماراتي سيف جمعة بالجفلة من الصبل M7 بلقب بطولة كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الدولي لسباق القدرة للناشئين والشباب. وجاء في المركز الثاني من الصبل فيكتوريوس الفارس أحمد النعيمي، بينما جاء ثالثا من الصبل فيكتوريوس أيضا الفارس أدان البن غدير الدوسري. وهنى سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مشيدا بما قدموه خلال مراحل السباق والمستوى التنافسي الذي قدمه جميع الفرسان، مؤكدا أن السباق شهد ندية عالية في مراحله الأربع، خصوصا مع تقلبات الأجواء اليوم التي تطلبت من الفرسان تعاملا مختلفا من أجل إنهاء المراحل. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله الدولي لسباق القدرة يمثل أحد المعالم البارزة في خارطة سباقات القدرة في الموسم البحريني، ويرتفع فيه سقف التوقعات بشكل مثير، لا سيما وأنه يحظى برعاية ومتابعة من قبل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله الفارس الأول. وأضاف سموه أن هذا السباق يسهم في بلورة حركة قوية على مستوى القاعدة لهذه الرياضة، نظرا لإقامة مسابقات على مستوى الناشئين، علاوة على دوره في توسيع آفاق ونطاق التنافس بين العموم من مختلف الصبلات. ولأول مرة يسجل سباق جلالة الملك المفدى لمسافة 160 كيلومتر لواكب السباقات الدولية، كما وأن البحرين سجلت رقما عالميا في سرعات سباقات القدرة في النسخة الماضية لكأس الملك المفدى مع الجواد رزام الذي سجل سرعة بلغت 29 كيلومترا في الساعة، وهذا يحسب للبحرين ولرياضة القدرة. وأوضح سموه أن السباق في هذا الموسم سيشهد منافسة قوية من جميع الفرسان المشاركين الذين يدركون أهمية الفوز بلقب أغلى الكؤوس في ظل المنافسة المشروعة من قبل جميع الفرسان وحرصهم على تحقيق المراكز الأولى في السباق من خلال استعدادهم الجيد لهذه البطولة ودخولهم منافسات للصبلات الخليجية الخاصة كإضافة نوعية للمهرجان الرياضي الكبير. وينطلق صباح غد الجمعة سباق كأس جلالة الملك المفدى حفظه الله للقدرة عند الساعة 7 صباحا لمسافة 120 كيلومتر للصبلات الخليجية الخاصة بقرية البحرين الدولية للقدرة، بينما تقام السبت بطولة كأس جلالة الملك للعموم لمسافة 160 كيلومتر. سمو الشيخ ناصر، مبارك لك بهالمناسبة الكبيرة، حققت الحلم والسباق أقيم لثلاثة أيام. الحمد لله، التنظيم كان جدا ممتاز من ناحية تنظيمية، النتيجة كانت ممتازة، ولو أن يعني صادتنا بعض الظروف لكن عوضناها بالمركز الثاني والثالث، ونبارك طبعا لأخواننا من دولة الإمارات. طول عمر فيكتوريوس كالعادة على المنصة، المركزين الثاني والثالث، وهذه تدريباتك وتوجيهاتك، هل من مفاجآت في يوم الجمعة والسبت إن شاء الله؟ والله ما ندري، اليوم تفاجأنا، اليوم كان عندنا رزام المفروض أنه كان يسبق ببعيد، كان يعني أنا أعطيه على الأقل يكون ربع ساعة أمام في الصدارة، لكن ما الله وفق اليوم بسبة العرج، لكن مركز الثاني والثالث بعد منصة باسم كأس جلالة الملك، هذا فخر بحد ذاته. نطمح إن شاء الله لسباق ناجح للإسطبلات الخاصة بكرة، ونطمح إن شاء الله أن لأول سباق 160 على مرحلة واحدة كاملة يكون يعني على قد اسمه، ونطلب من الله إن شاء الله أن الجو يساعدنا هاليومين الجايات، لأن أتوقع أنها بتكون يعني فيها أهوية قوية، والله يكون إن شاء الله في العون.